أدرجت لجنة التراث العالمي موقع تلال مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال اجتماع اللجنة 43 في العاصمة الأثرية باكو. ويعد موقع تلال مدافن دلمون ثالث موقع للبحرين على قائمة التراث العالمي بعد موقع قلعة البحرين الذي أدرج عام 2005 وموقع طريق اللؤلؤ في المحرق والذي أدرج على القائمة عام 2012. هذا وتتكون تلال مدافن دلمون من 21 موقعا أثريا يقع في الجزء الغربي من جزيرة البحرين. 6 من هذه المواقع المختارة هي حقول تلال مدافن تتراوح من بضع عشرات الآلاف من المدافن التلية، وتضم هذه الحقول معا حوالي 11 ألف تلة دفن. وتم بناء تلال مدافن دلمون خلال فترة دلمون المبكرة التي امتدت ل 300 سنة ما بين 1750 و2050 قبل الميلاد تقريبا. أتى إدراج موقع تلال مدافن دلمون على قائمة التراث العالمي هذا اليوم بناء على توصية إيجابية من المجلس الدولي للمواقع والآثار، وقد اعتمدت لجنة التراث العالمي هذا القرار بناء على هذه التوصية والتي أتت بناء على ما قدمت البحرين من ملف ترشيح متكامل برهن المعايير التي تم استيفائها لهذا الإدراج العالمي. ويأتي هذا الإدراج اعترافا دوليا لما تقوم به مملكة البحرين من جهود لحماية وترويج التراث الثقافي. فكما شهدت اللجنة في العام الماضي عندما استضافت البحرين لجنة التراث العالمي جهود المملكة في إثراء الحراك الثقافي من خلال البنية التحتية الثقافية التي تسعى هيئة البحرين للثقافة والآثار على تعزيزها كرافد أساسي للاقتصاد والمجتمع بشكل عام. هذا الموقع موقع هام جدا لأنه يتحدث عن حضارات قديمة جدا تعود إلى عهد دلمون، وهو ما يزيد على الأقل عن 4000 عام، وهو يمتد على مدى سنوات طويلة. في هذا الموقع الهام جدا مملكة البحرين وهيئاتها الحديثة المهتمة بالحفاظ على تراثها قامت بجهود كبيرة للحفاظ على ما تبقى من هذه الآثار. تسجيل هذا الموقع يعني ليس بغريب على ثقافة وحجم غناء المجتمع والثقافة البحرينية. في تسجيل هذا الموقع يعود لآلاف السنين السابقة، وهذا راح يعني يبين ويبرز دور مملكة البحرين عالميا وعلى اهتمام الدولة في مواقعها التراثية وإبرازها للدول العالم. وكما نعرف وكما أشاد جميع الأعضاء على حسن استضافة البحرين للدورة السابقة لإقامة في المنامة، تسجيل عدد من المواقع في تم تسجيلها في المنامة، واليوم احنا نفتخر ونشارك الفرحة البحرين على أهمية تسجيل هذا الموقع الثالث عندهم، وإن شاء الله راح تكون يعني هي عبارة عن رسالة وعبارة عن للمجتمع الدولي أن مملكة البحرين مهتمة بثقافاتها على مر العصور ومحافظة عليها والاستمرار فيها.